صحيح. ايه اللي يمنع انتشارك؟ انا مش عايزه الوم على حد طبعا، كل الفنون فوق دماغي، طبعا يعني طبعا طبعا انا بنتمي طبعا للمجال الفني وعارفه صحيح. قد ايه الفنون بتهذب نعم النفس والروح، بس صحيح بشرط انها تبقى فنون حقيقيه وهادفة. وهادفه صحيح وليها معنى. صحيح. طب انت ليه مش منتشر بالشكل؟ يعني انا فرحانه ان في حد عندنا اسمه ويجز، كل الشباب بتتفرج عليه او بتشوفه او بتسمعه، وانا شخصيا احيانا بسمعه. انا عايزه احمد يبقى منتشر وسط جيله انتشار ويجز، ايه اللي يمنع؟ صحيح. احنا عندنا للاسف بنعاني في معرفش ليه في مصر هنا من يعني انعدام ثقافه شويه للجمهور، او يمكن الجمهور مش واصل له الفن الهادف ده بشكل كبير، وده بيكون ليه عده اسباب يا استاذه نشوى. ايه بقى قولي؟ يعني مفيش تسليط الضوء على الانشاء الديني. ويجز محدش سلط الضوء عليه على فكره. ويجز من اسره بسيطه شعبيه، ما كانش حد خد بايده وساعد نفسه، هو اللي بنى، يعني ما شفناش حد في البدايات سنده، لكن هو ليه دلوقتي قاعده جماهيريه، فده صحيح تقصير. صحيح يعني صحيح. اسمع الكلام ده من حد كبير في سني، احنا خلاص ما حدش بيساعدنا، او احنا مش، لكن انتوا شباب يا حبيبي، صحيح. يعني انت باللي انت بتعمله لازم تتقدم خطوه واثنين وثلاثه وتحفر وجود. صحيح. طب انا زعلانه منك عشان قلت ما حدش بيساعدنا. انا والله بقى لي 5 سنين بقى يعني فين بجتهد السوشيال وبسعى. ميديا؟ مش السوشيال ميديا شغال عليها والله، بس ما اعرفش ليه الجمهور برضو يعني مهتم بحاجات زي المهرجانات وزي الفن الغير اللي انا بسميه فن غير هادف وغير راقي. تمام. يعني احنا بنعاني من وانا الحته دي. نسبيا في ظل بعض الحاجات اللي بسمعها، كلمات مسيئه صحيح جدا واصوات جدا مسيئه، جدا. يعني كلمات واصوات لا ترقى لانها تبقى فن. يعني وعاوز اقول بعد اذن مقاطع حضرتك طبعا اتفضل. يعني حاجه، احنا كجمهور او احنا كشعب احنا اللي بنساعد ان الناس دي توصل عن طريق السوشيال ميديا طبعا. احنا لما بعمل لايك على حاجه او على بوست او اعمل شير مثلا لاغنيه غير هادفه او لشيء غير هادف، ده بيساعد في انتشاره. فانا من خلال برنامج حضرتك بخاطب الجمهور ان هو يقلل اللي هو مشاهده الناس دي. طب هقول لك على حاجه تانية يا احمد، اتفضل. انا مش بحب انا زي مامتك طبعا وارجوك تحتمل ده شيء يشرفني طبعا وجهه استاذه، نظر. يعني شيء يشرفني. انا شايفه ان انا بدل ما اقول للناس لا ما تسمعوش فلان وعلان، لان هم احنا مش هنربي الجمهور طبعا طبعا الا صحيح. بفن حقيقي وراقي، ما تروحش انت لجيلك ليه؟ انا برضو طبعا صوتك عظمه واحساسك الله عظمه، يخليك يا رب. وانا بقول الله الله لان يخليك. انت شبه وجدان جيلي، ربنا يبارك في حضرتك. لكن انا عايزه ابني اللي هو قدك صحيح. يقعد يسمعك، ما تعمل شكل معاصر للانشاد والابتهال. صحيح. ليه احنا قوالب او كلاسيكيين او انت ماشي على خطى السابقين بالظبط؟ فين جديدك؟ فين انت؟ صوتك عظيم، حضورك عظيم، الله يخليك يا رب. مجتهد جدا، الله يخليك. بس في شويه كسل. لا مش كسل، انت قديم. انا صحيح. عايزه ابني الاقيه بيقول لي ماما اسمعي الابتهال ده او الانشاد ده، ما تروح للناس يا حبيبي. صحيح. انا المره الجايه مش هعتقد، المره الجايه انا باذن الله ان شاء الله المره يكون في الجايه حاجه. هسمع حاجات جديده بقى لا 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 طبعا باذن يكون في الله شبه الجيل ده. باذن الله طب ان انا شاء عايزه الله. اسمع دلوقتي حاجه لمولانا حضرتك الشيخ، حابب تسمع حاجه معينه طيب؟ لمولانا الشيخ النقشبندي.